فأنا قلت أنا ما اخترت نفسي، أنتم اخترتم، نعم فإن قلمتم الأمر فمن طرفكم، أما إذا أعطيتم الخيار فليس لا أرضى بهذا. الحمد لله. فضحك قال لا 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 أبدا، وما ذلك كنت خائف، لأن تعرفون الوسائط الله المستعان. أقارب، كنت خائف. جاء الخطاب وأنا أجلس في المكتب عندهم، جاء الخطاب من الشيخ ابن باز: قد أوعزنا لإرسال تأشيرة إلى السفارة للأربعة بأساميهم الذين ما شاء الله قوبلوا ولا يكون غيرهم. ما شاء الله. فالحمد لله. الحمد لله. فالحمد لله. بهذا قدر الله أن أسر إلى المدينة، وبفضل الله تعالى. والوالد في الحقيقة كان مانع، قال لا تذهب. قلت ليش؟ كان لا يريد أن أكتذب للمدينة. إيه ليش؟ قال أنت صغير وتظل هناك، عندنا في القرية يقولون ليس عندك ختام ولا زمام. نعم. ما في احد قلت لا يراقبك. قلت يا والدي انا هذه الكلمه ما انسى، قلت يا والدي انا رايح مدينه الرسول، ما رايح باريس، ما رايح باريس. باريس نعم. ففرح الان، ولكن وصاني قال لا تضيع وقتك. والله ما شاء الله. فبفضل الله تعالى الحمد لله اغتنمت الفرصه، وقدر الله لقيت هؤلاء المشايخ، واستفدت من الشيخ حماد الانصاري اول ما استفدت شيء كثير، لأن الشيخ كان فاتح مكتبته، هو الذي عنده مكتبة في تلك الأيام. نعم. أما المشايخ الآخرين ما كانوا، وفيها قدر كبير من المخطوطات. نعم. نعم. لا مخطوطات بدأ يجمع فيما بعد. فيما بعد. لما جاءت توجهات الجامعة، فكان هو من قبل كان يجمع. يجمع. لكنه في الحقيقة تلك الأيام اللي 1386 87 وكذا، كان عنده أي كتاب مطبوع لا يفوته. ما شاء الله. لا يفوته. في ذاك الزمن. في ذاك الزمن. ومن جملة ما طبع كتاب المعجم الفارس ما كان بالمدينة إلا نسخة واحدة عنده. ما شاء الله. هو اشترى ب2000 أو كذا تلك الأيام. وكان راتبه ضئيل جدا. فالحمد لله هذا الرجل نقول فتح صدره لنا، فكنا نزور في بعض الأحيان الأخ عبد العليم عبد القدوس قليل. في واحد من الإخوان نور الله من ناغبور اللي هي قريب من بمبئي، رجل صالح لكنه جاء للدراسات العليا وصدمت السيارة، توفي الله يرحمه. فأنا كنت وهو، وفي أكثر الأوقات أنا وحدي أذهب إلى الشيخ حماد. بيته كان في المسانه. نعم. بعد شارع المدار بين أحد وبين كذا. نعم. فكنت أنزل من سيارة الجامعة، أنت تعرف سيارة الجامعة تمر من جبل سلع. نعم. فكنت أوقف السيارة ومن الوادي أمشي وأروح بيت الشيخ. فالشيخ جزاه الله خير يكلفني شوف كتاب كذا، فعرفته بفضل الله تعالى أسماء الكتب والجرح والتعديل وكتب هذه المرحلة الجديدة الآن، المرحلة الثانية. المرحلة الأولى كانت في التعليم، الآن في النظر في الكتب والبحث فيها. فائدته لما جاء من الجامعة، من جامعة أم القرى أو جامعة الملك تلك الأيام، دراسات العليا يقابلون هناك، أكثر أغربهم أكثر عدد أو أكبر عدد من السعوديين، 6 يأخذون من غير السعوديين أيضا للدراسات العليا. ما شاء الله. فجلسنا، أنا أيضا جلست 6 كثير جلسوا، حوالي 50 من الطلاب، من طلاب الوافدين. فاستفدت من مجلسي مع الشيخ الهلالي فيما بعد، والشيخ حماد أول شيء. نعم ما شاء الله. فاستغرب هذا عبد الوهاب أبو سليمان، كان جاء من أمريكا جديد، وكان يتبجح بأن العلم هناك وكذا وكذا، وكان المراجع كان يسأل هو، وأما تاريخ السنة وكذا عبد الشيخ محمد مصطفى العظمي، وتخريج الحديث وكذا الشيخ محمد أمين المصري، وكان محمد علي إبراهيم ثقافة عامة. هؤلاء 4 يعني الطالب على الأقل يجلس ساعة مع اللجنة، مع اللجنة تلك الأيام، إيه نعم اللي اختبرنا فيها. فلما كان قهر